سؤالين وبس. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو أجهل علي أو أظلم أو أظلم. توكلنا على الله، استغفر الله. أهلا بكم في سؤالين وبس. زي ما قلنا مش جايين نهزر ولا جايين نعاتبكم في حاجة، جايين نقف معاكم نقول إحنا معاكم لغاية آخر لحظة بإذن الله. يلا نشوف أول سؤال. بسم الله. ولو ناسي ولا يهمك أنا طالع أفكرك، كل مرة أقول لك كده ما تزهقش مني. اتفقنا؟ بسم الله. إن كوليدج يوتيوب، على مهلك بقى كده، كوليدج يوتيوب، كوليدج يوتيوب ساينتفك ايديا بتاعتها، الراجل اللي اسمه كوليدج عمل ايه يا جماعة؟ قال لك أنا عايز أعمل إكس رايز، يبقى الفانكشن إكس رايز. ففكر في إيه؟ إكس رايز دي إنرجي إلكتروماجنتيك ويف ولا إيه؟ أعمل إنرجي زي الإنرجي نايزر ديسترويد نور كرييتد. حلوة قوي. فقال لو أنا فكرة القديمة هنخبط زلطتين في بعض يطلعوا سبارك، بس قال عايز طاقة أعلى من الزلطة بشوية. فقال أنا لو أكسبت الفيلمنت دي إلكتريك إنرجي هتعمل أيونيزيشن، أسخنها تعمل أيونيزيشن. يبقى الإلكتريك السورس اللي هنا عمل إيه يا شباب؟ يلا طلع إلكترون، طلع بس. حلو قوي. يبقى الإلكتريك إنرجي، الإلكتريك إنرجي تحولت الى، يلا بينا، هاي بوتنشال ديفرنس بين الكاثود والانود هنا، تحولت الى كاينتيك انرجي او ميكانيكال انرجي زي ما بنقول. لما هتخبط في التارجت هتفقد الانرجي بتاعها وتطلع اكس رايز. الاكس رايز اللي طالعه طالعه نوعين، كونتينيوس ولاين. كونتينيوس وايه يا شباب؟ ولاين. الكونتينيوس مينز ديفرنت ويف لينس اند ديفرنت فريكوانسيز بانتنستيز مختلفة، كلهم واقعين في مجال مين؟ الاكس رايز. تمام. اما اللاين، استنى بقى، يعني انواع مختلفة من اكس رايز، يعني طاقات مختلفة من اكس رايز، يعني ويف لينسز مختلفة وفريكوانسيز مختلفة، بس فرينج اكس رايز، يبقى اكيد ما حصلتش بطريقة واحدة، الكونتينيوس او السوفت او البريكنج. فاكر؟ اصل الالكترون اللي طلع احتمال يحصل له كولاجن، يبقى يا اما كولاجن يا اما قبل ما يجي يحصل له ريتارديشن او ديسيليريشن، يا اما يحصل له سكاترينج تشتيت. تمام. ويبقى طاقه كل الكترونز من الثلاثه اللي حصلوا دول بيساوي كاينتيك انرجي بيفور ماينس كاينتيك انرجي افتر. لو كلهم ليهم نفس الكايناتيك انرجي بيفور، هل اللي اصطدم زي اللي فرمل زي اللي حود؟ لا. يبقى اكيد دلتا اي دي مختلفه، واللي بتطلع في صوره اكس رايز ديبندس اون على البوتنشال ديفرنس ات دازنت ديبند اون على التارجت ماتيريال. حلو قوي. استنى، ديبندس اون على البوتنشال ديفرنس ان دازنت ديبند اون على التارجت ماتيريال، ده الكونتينيوس. وير اي في equal half mv square equal hc على لامدا مينيموم، ولازم يسميها لامدا مينيموم، يبقى دي اقل لامدا. What happens بقى if the potential difference زاد؟ الكايناتيك انرجي تزيد، فالويف لينث يقل. يبقى ايه اللي هيحصل لو البوتنشال ديفرنس زاد الدبل؟ الويف لينث اوف مينيموم راديشن في الكونتينيوس decrease to half، صح ولا لا؟ اما اللاين او اسمه الهارد او اسمه الكاركترستيك، امتى يحصل؟ يحصل when electron of high kinetic energy collide with the atom of target material. when collide يصطدم، فيحصل escaping الالكترون from inner. فاكر؟ يا الاول يا الثاني، الثالث رابع خامس، لا، لان فرق الانرجي ما يطلعش اكس رايز. يبقى يا الاول يا الثاني، يقوم في الكترون من الاوتر شيل ينزل يغطي الالكترون اللي هرب. استنى، يبقى ده معناه ان اي لاين يلي الكونتينيوس، يبقى اي لاين معاه كونتينيوس، انما مش اي كونتينيوس معاه لاين. ممكن الكوليجن يحصل وما يطردش الايه الالكترون ده. ديبندس اون على ايه اللاين ده بتاع اكس رايز او الهارد او الكاركترستيك، ديبندس اون على التارجت ماتيريال اند دازنت ديبند اون على البوتنشال ديفرنس. بص التركه اللي جايه، بات ات سمول بوتنشال ديفرنس ما يحصلش. انت قلت دازنت ديبند،
doesn't depend معناها ما يقلش بنقص وما يزيدش بزيادة. اشطار. طب ليه ما بيحصلش عند حد أدنى من البوتنشال ديفرنس؟ لأن الكيناتيك إنرجي أوف إلكترون when it collide with inner electron الإنرجي ما بتبقاش ساتسفاي، لأنها لما يخبط تطرده. لازم تخبط يبقى ده continuous وتطرده، يلي بقى اللاين المرحلة اللي جاية، واللاين بيساوي E outer دلتا E لللاين تساوي E outer level minus E inner level، وكل ما الاتوميك نمبر يزيد الفرق يزيد فالويفلينس اوف لاين يقل. قشطة. يلا بينا نقرا السؤال قبل ما نكمل السؤال بالمرة بقى. اكس رايز هي الكتروماجنتيك ويف يتراوح الويفلينس بتاعها ما بين 10 باور نيجاتيف 13 ل 10 باور نيجاتيف 8 متر، ما بين الالترا فايلت وجاما رايز. الترا فايلت جاما رايز تتميز بان ليها انرجي عاليه، فريكوانسي عالي، ويفلينس قليل، ده اللي معروف. واحنا اللي نعرفه ايه بقى؟ راديوس قليل، ماس كبيره، عشان كده ليها صفات هاي باور بنتريشن، ايونايز الجاز، ديفراكت ان كريستال، سنسيتيف للفوتوغرافيك بليتس، ليه ديتكت ذا ديفكت ان ميتاليك ستراكشر، هاي باور بنتريشن، ليه دي ستادينج الكريستال، ديفراكت ان كريستال، ليه بتصور العظم او الكسور في العظم، هاي باور بنتريشن اند سنسيتيف للفوتوغرافيك بليتس. يلا نقرا السؤال. In college tube, if the potential difference V between the terminals of the filament increase to double lambda minimum بتاعة ال continuous decrease to half. أما then the wavelength of هي دي بقى line ما يجرالوش حاجة doesn't change. ليه؟ لأنه doesn't depend on the potential difference و depends on على الاتوميك ستراكشر او الاتوميك نمبر اوف تارجت ماتيريال. بس انت قلت يا مستر عند سمول ما بيحصلش. برافو. بس لا يزيد بزياده ولا ينقص بنقص. تمام كده يا شباب؟ تمام. يلا نشوف السؤال اللي بعده. واو، سؤال بطاريتين، سؤال البطاريتين سؤال مهم جدا يا شباب. يلا بينا نشوف كده. بسم الله. سؤال من شابتر 1. حضرتك فاكر اومز لو بيقول V بتساوي I R، ال V بتساوي I في ال R بتاعتها. استنى بقى، يبقى when R is fixed امتى ال V يزيد؟ لو ال I يزيد. وامتى ال I يزيد؟ لو ال V تزيد at constant R. صح كده؟ تمام. اما اومز لو فور كلوز سيركت بيقول ان ال V B بتساوي V plus I R internal، دي البطارية اللي هتدي. يبقى عندي هنا قانونين يا شباب نخلي بالنا من بعض. لو البطاريتين كده، فاكر يا أستاذ يا اللي بتقول مش فاهم البطاريات أديني بقول نيجاتيف بوزيتيف، ما نقولش لا سيريس ولا بارالل، لأني عارفين إن لو البطاريات بارالل هنروح على طول على كرشوف خلاص، يبقى سيريس فيها نفس الآي. يبقى سواء كده، شايف الفرق ولا لسه؟ نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، ها نيجاتيف بوزيتيف او بوزيتيف نيجاتيف، هنا نيجاتيف نيجاتيف او بوزيتيف بوزيتيف، الاثنين اسمهم سيريس لان فيهم نفس الار. الفرق ان طالما نيجاتيف بوزيتيف الاثنين بيدوا، الاثنين بيدوا، ويبقى الاي بيساوي في بي 1 بلس في بي 2 على ار ايكويفالنت بلس ار 1 بلس ار 2. حلو. واللي بيدي يا ولادي بيدي الا، ها، ويبقى في للبطاريه الاولى تساوي في بي 1 ماينس اي ار 1. طب واللي بيدي دي، ها، في بتساوي في بي 2 ماينس اي ار 2. اللي بيدي بيدي الا، يبقى لو دي 3 فولت ودي 9 فولت، دي تدي اقل من 3 ودي تدي اقل من 9، يبقى اللي خارج اقل من 12. اما هنا لا، واحده بتدي وواحده بتاخد، الكبير هيدي والصغير هياخد. اللي بيدي دي الكبير، هنفترض ان في بي 1 اكبر من في بي 2، اللي بيدي يدي الا في بي 1 ماينس اللي هياخده لنفسه بسبب الانترنال ريزيستنس، واللي بياخد بياخد وي. يبقى في 2 بتساوي في بي 2 بلس اي ار 2. تمام يا شباب؟ يلا بينا نحل بقى السؤال. بيقول in the opposite circuit find the reading of A V1 V2 V3 V4.
لازم اعرف اول حاجه دي بوزيتيف. تمام، بوزيتيف بوزيتيف. اوبا، بوزيتيف بوزيتيف، واحده بتدي والتانيه بتاخد. لازم اشوف مين هيدي ومين هياخد. الكبير هيدي والصغير هياخد، يبقى الاي هيساوي في بي 1 ماينس في بي 2 على ار ايكويفالنت بلس ار انترنال 1 بلس ار انترنال 2. سينس ان الدايره سيريس، يبقى ار ايكويفالنت ار ايكويفالنت ايكوال 10 + 5.5 تطلع 15.5. قوم، يبقى الاي هيساوي 12 - 8 على 15.5 + 0.3 + 0.2. نص 4 على 16 فيها 1 على 4 0.25 امبير. حلو قوي، جبت قراءة الايه؟ عايز قراءة V1. V1 بتدي، يبقى V1 يساوي VB1 اللي هو 12 بتدي، يبقى تدي إلا، يبقى ماينس I R internal 0.25 في 0.3 775، يبقى دي 0.075 يطلع 11.3 × 0.3 × 0.25 = 12 = 925 فولت. V2 بتاخد، يبقى 8 بلس، اهو هتسئل تاني على الماينس والبلس، ها بلس كم يا سيدي؟ 0.25 × 0.2 يطلع 8.05 فولت. معلش يا مستر عندي سؤال قبل ما تكمل، ليه اللي ادى الا شويه صغيرين قوي، وليه اللي خد بلس شويه صغيرين قوي؟ لان انت ملاحظ ان ار انترنال بتاعتهم صغيره قوي ولا لا؟ عندي سؤال لسه في الاخر. يبقى دي في 1 ودي في 2 خلاص. في 3 في 3 اي ار، يبقى 0.25 × 10 يطلع 2.5 فولت. في 4 0.25 × 5.5 1.375 فولت. عايزك تجمع لي دول كده، اجمعهم بس. معلش ماشي، +2.5 = يطلع الناتج في 3 + V4 = 3.875 فولت. اطرح لي دول كده، يلا. 11.925 - 8.05 = 3.875. عندي سؤال صغنن واقول لكم باي باي. هو ليه اللي خرج من البطاريه ده راح ادى البطاريه دي الاول حقها وزياده، وبعدين الباقي اتوزع؟ مش في السيريس الفي بيتقسم ليه؟ عشان البطارية دي لو ما خدتش حقها والزيادة، هتقول لك السيركت انا مش همشي كهربا، ها انا هاخد حقي وايه والزيادة. اما يا عين ام الريزيستنس دي ودي اللي هيجي لها هتقبل بيه ولا لا؟ انما البطارية دي انت في البيت السنة دي بتاخد حقك وزيادة، واخواتك الباقيين هياخدوا حقهم بعدين. اشوفكم على خير، سلام عليكم.